الطريق الغريبة. إذا حدا منكم بيساعدني نترجم كلمة بيزار للعربي، غير غريبة بس حبايا بالإنجليزي معبرة أكتر يمكن. The bizarre road to true happiness. الطريق الغريبة، مش غريبة معناتها حدا غريب ما منعرف، مستغربة مستهجنة للسعادة الحقيقية. إذا حدا ما بده يسعى وراء السعادة بيكون عم يسعى وراء التعاسة، ما هيك؟ إذا بدك تكون سعيد، happiness أو blessing blessedness، البركة، طريق البركة. عكس البركة هو اللعنة، عكس السعادة والفرح الحقيقي والتعاسة. كل الناس بدها تكون فرحانة، كل الناس بدها تكون مبسوطة، لكن اللي بيبسط الإنسان اللي ما بيعرف الله غير الأمور اللي بتبسط، ولازم تبسط، لازم تفرح، لازم تكون شهوة قلب الإنسان اللي اختبر خلاص المسيح. العالم بيتمنوا لبعضهم، وأكيد تمنيات حلوة، الله يباركك، يبارككم، بارك أولادنا وحياتنا وأشغالكم، وإن شاء الله كلكم تكونوا منيح، يا رب أعطينا اليوم حلو، بارك حبايبنا، يا رب يكون معهم، هالكلمات كلها هيدي حلوة. بس بدي لكم شيء، يعني حتى الناس ما بيعرفوا الله بالمرة كمان بيقدروا يتمنوا نفس التمنيات، بيقدروا يفكروا بنفس الطريقة. لكن شو هي الأمور يلي بتفرح المؤمن؟ لازم تفرح المؤمن، لازم تكون غايته رغبته. إذا تسأل تاجر بحب تجارته، واحد عنده دكانة وبحب شغله، بتقول له شو رغبتك اليوم؟ بقول لك يجيني زبونات كتار. حتى اللي بيشتغل بدفن الموتى بحب يجوا زبونات كتار. إذا تسأل الإنسان اللي عن مغني أو بقول لك شو رغبتك؟ بقول لك إني أحجز حفلة. وين قلبك؟ هون بتكون اهتماماتك، طلباتك، فرحك، حيث يكون كنزك هون بيكون قلبك. فرح المؤمن، غاية المؤمن هو انه اول شيء يورث الحياة الأبدية، حياتنا الأبدية. نائلين غاية إيمانكم، قولوا معي شو، مش ناقلين، في وقت ناس بقول ناقلين، مش ناقلين، عم تنقلوا غاية إيمانكم، غايتنا خلاص نفوس. في مطرح تاني لنستخدم هالموضوع أو نحكي عن أنه غايتنا تخلص نفوس، هون بقول نائلين، نلتوا. شو غاية إيمانكم؟ تخلص نفوسكم، نلتوا. شو غاية المؤمن؟ أنه بأحزانه يكون في معزي. مين منا ما عنده أحزان؟ غايتنا أنه ربنا يبارك حياتنا بهالأرض، لأنه بقول إنه الإنسان اللي الرب باركه وبيكرم أمه وبيه تطول أيامه على الأرض. غايتنا إنه رغباتنا الروحية، أشواقنا الروحية الرب يشبع لنا إياها. غايتنا إنه بضعفاتنا، بأخطائنا الرب يرحمنا. غاية المؤمن الأساسية يلي بحب الرب وقلبه على الرب إنه يشوف الرب. قال ساعتها هلا بالإيمان عم نشوفه، لكن هونيك سنراه، قولوا معي شو، كما هو. رح نشوفه بيوم الأيام. غاية المؤمن إنه يكون فعلا ابن الله، وهالتسمية هي تلبق لحياته، يكون عنده حياة أبدية. وخلينا نعترف إنه كلنا بنحب يوم الأيام نوقف قدام الرب والرب يكفينا، يحسبنا ويكفينا. إذا بدك كل هودي الرب يعملهم بحياتك، خلينا نروح مع بعضنا لمتى 5 ونوقف نقرأ من إنجيل متى إصحاح 5 لآيات 1-12. هيدي بداية الموعظة على الجبل، وهيدي التطويبات. واليوم رح نشوف كيف بتقدر تحقق كل هول الأمور اللي ذكرتهم. أنا ما اخترتهم هيك من عندي من كل ميلة وحدة، لكن هودي كلهم اللي ذكرتهم قدامكم 9 معيد موجودين هون. وبيقول ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. وهون بيذكر كلمة طوبة، happy is he أو blessed is، مبارك أو سعيد هو. نحن وقت ما بنعرف شي كلمة طوبة، مرة واحد كان عم قل له عن هذه الآية، كان من بلد عربي معين،
قلت له الرب قال في 9 طوبات طوبة طوبة. قال لي ليه ربنا بده يضرب في الطوبة على نفوخي؟ طلع عندهم بيستعملوا كلمة طوبة يعني بريك، هذا الحجر. طوبة كل واحد منا بيبعث له حجر، لا طوبة معناتها فرحان سعيد مبارك. طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبة للحزانة لأنهم يتعزون. طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. فرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. قلوا الرب إلهنا كل المجد، تفضلوا في الجلوس. أنا مرة هالمقطع هيدا أحبائي وعزته على 10 وعظات، كنت عم ندرس مع بعضنا الموعظة على الجبل، قلت المقدمة وبعدين 9 تطويبات كل طوبة درسناها على حدا. اليوم رح جرب إذا الله راد نغطيهم 9 لأنه مش عم ندخل بدرس الكتاب، لكن عم جرب نفهم من المقطع الطريق الغريب. الطريق الغريب للسعادة الحقيقية، لأن في سعادة مزيفة في سعادة حقيقية. أحبائي هاي التطويبات ما عم بتخبر الناس كيف يخلصوا، ما عم تقلنا كيف الإنسان بيخلص. إذا بدك تخلص في 9 أشياء عملها. هون عم يحكي المسيح للي هن خلصوا، اللي هن مؤمنين اوريدي، كيف بدهم يعيشوا. قلت طب كيف بتعرف قسيس اذا عم يحكي لهو؟ بالحقيقه انا ماني مبصر ولا عندي سلطه اقول هيك بظن المسيح بيقول. نحن بندرس النص ونشوف النص شو بيقول. بالبدايه بيقول ولما راى الجموع صعد الى الجبل، فلما جلس تقدم اليه مين؟ قولوا معي تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلا. فإذا بالدرجة الأولى عم يحكي للتلاميذ، وبعدين الناس الموجودين كان في جموع، بس حديث موجه للتلاميذ، تلاميذ المسيح يعني المؤمنين أتباع المسيح. عم بيقول لهم مش للجموع كيف يصيروا تلاميذه، اسمعوني مزبوط، ولكن عم بيقول لتلاميذه كيف يعيشوا. طريق السعادة، نحن دائما نفكر طريق السعادة سله معربش، طلع زيد يلا علي أكتر المزيد. المسيح قالنا هو سلم بالحقيقة، بس نزال يلا نزال 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 وبلش من تحت. مش لأن المسيح بيحب ينزلك أو ينزلني، ولكن بده إياه إذا طلعنا نطلع مزبوط، إذا طلعنا نطلع صح. دايما الإيمان يسبق الطوبة. ما لك طوبة، ما لك سعادة إذا ما عندك إيمان بالرب يسوع المسيح. قال بس أنا يمكن ملحد أو بعرف حدا مش مؤمن وسعيد كتير. قال فرح الفاجر قولوا معي شو؟ للحظة. هو عم يعمل خطية بينبسط، هو عم يأكل الأكل بينبسط، بس بتخلص بتروح البسطة يلي معه. رومي 4:5-7 بيقولوا أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب أو يحسب له الله برا بدون أعمال، طوبى للذي أو الذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم. ما في وقت اشرح الآية، بس عم أقول يلي آمن وغفرت خطاياه طوبى له. نيالك إذا غفرت خطاياك يا أحب، اسمعوا لكم شيء أرجوكم ركزوا معي. هيدا العالم في ناس مستعدين يضحوا بكل شيء ليتأكدوا أن غفرت خطاياهم، في ناس مش فراني معهم، بس في ناس مستعدين يضحوا بكل شيء بكل شيء لعله تغفر خطاياهم ويصيروا حياة أبدية. ما شفتوا عن ناس استشهدوا؟ في ناس استشهدوا عن جد لأجل اسم المسيح، في ناس ماتوا إرهابية بفكروا حالهم عم يستشهدوا. مات الشهيد، مات شو هذا شو هذا شو هذا شو هذا الأمة العربية وشو هذا الأمة ما بعرف شو هي، بيقتلوا وبيقتلوا فكروا هيك لعله أن يصير عندهم حياة أبدية. للأسف انغشوا وضلوا وراء شخص قاد الملايين بل المليارات إلى جهنم. ما عم نقول الشيء لنهين حدا أو نسخف بحدا، قلبنا حزين على هيك ضلالات.
في ناس مستعدة تموت، تفجر حالة تموت. بتقول له شو استفاد؟ يمكن في واحد بده يخلص من مرته ما بعرف، يمكن في واحد بس في ناس بيقول لك بلكي يصير عندي حياة أبدية. رؤية 14:12-13 بقول هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وسمعت صوت من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. فإذن اللي آمنوا بالمسيح طوبى لهم إذا ماتوا منذ الآن. طوبى، طوبى نياله الإنسان، سعيد هو، هنيئا له الإنسان يلي عنده هالصفات التسعة يلي رح نشوفها مع بعضنا اليوم. أول صفة وبركة بيقول طوبى للمساكين في الروح. نحن ببيئتنا، ما بعرف أنتو، بس ببيئتنا كان بيقولوا مسكين للشخص هو التعيس، هذا هيك صحته ضعيف بيقول عنه مسكين، شخص حظه طلع مش منيح بالدنيا تركته خطيبته بيقول عنه مسكين. بس المسكين بالمعنى الحقيقي بالمعنى الأصلي معناتها الفقير، الشخص الفقير، the poor، الشخص المعدم، destitute، المعدم ما عنده شيء. فهون ما عم بيقول طوبى للفقير، لأن في كتار ناس ما بيفهموا عم الكلام يا حب الموجود، الكلام الروحي بده تفسير روحي. يا حرام فلان فقير وعاش كل عمره فقير وربى 7-8 أولاد وعاش فقير ومات فقير، أكيد رايح على السماء، فبطوبوا الفقر. إذا هيك خلينا نفتقر كلنا بلكي منروح على السماء. الفقر ما بودي على السماء، ولا الغنى بودي على جهنم. يا ما في فقر رايحين على جهنم، ويمكن في ناس أغنياء رايحين على السماء. التعلق بالمال، في إنسان ما عنده شيء ومتعلق باللي عنده، في إنسان عنده كتير ومش متعلق. فإذا محبة المال أصل لكل الشرور، محبة التعلق بالمال. عن أي فقر؟ فإذا عم تحكي يا رب قال طوبى للمساكين، للفقراء المساكين في الروح، مش في الجيبة، في الأوضاع، في الأحوال، في الأكل والشرب. المساكين في الروح، بروحهم بيشعروا بفقر. هؤلاء الناس اللي حاسين إنه هن ما عندهم شيء، إنه هن مش نافعين روحياً. هاي الشخص واقف قدام الله بيقول له يا رب أنا ما بستاهل. مين أنا يا رب؟ أنا بعرف خاطئ، بعرف نفسي أنا خاطئ يا رب. ويا ما في ناس يا أحبة بيجوا ليعبدوا الله بيجوا يمدحوا بحالهم. مثل الغني، مش الغني، الفريسي بلوقا انجيل لوقا 18 بيقول راح واقف قدام الله بدل ما يمدح الله وقف يمدح نفسه بشكل غير مباشر، وقف يعبد ذاته. اللهم أشكرك، ما ذكر شيء عن الله وعن نعمه، لا قال له أشكرك لأنك خلقتني ولا أنك حفظتني ولا أنك خلصتني ولا أنك عملت أي شيء، أشكرك من شان ذاتي لأني لست مثل هذا الخاطئ ولا مثل باقي الناس، أنا أحسن من كلهم، أنا بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك. لكن الإنسان الفقير بالروح هو الإنسان اللي بحس حاله هو مفلس روحيا. يلي منكم مهتم بيقدر يحضر فيلم مارتن لوثر على نتفليكس، روح على دوكيومنتريز، حط فيلم مارتن لوثر. هو ساعة ما بلخص كل شيء، بس إيش الأساسية. مارتن لوثر كان بفتش على الله، بيو كان غني وبعته يعمل محامي، لكن ما شاف نفسه محاباة، قام راح يعمل راهب. وكان يشعر دائما بالذنب ويشعر بخطاياه، وكان يخاف من الله. نحن ما لازم نخاف من الله، لكن لازم نخاف الله. اللي بخاف من الله هو المرعوب منه، اللي بخاف الله هو اللي بحبه وبيحترمه. وكان أوقات لا يقدر يعبر عن تكفيره عن ذنوبه، ويوم في ناس بدهم يكفروا عن ذنوبهم. بدي أقول لكم في شخص كفر عن ذنوبنا، هو الرب يسوع المسيح. كان يقعد أحيانا يركع بمكان بارد مش لابس شيء من فوق، ويمسك شاط سميك ويجلد حاله، يجلد حاله. فأخوتنا بالعراق بيعملوها هاي، في غيرهم عملها من 500 سنة. العراق بقصد الناس اللي بيروحوا بعاشورة بيضربوا حالهم، بيخبطوا حالهم، بيجرحوا حالهم. كان يطلع ينام برا بلباس كتير شفافة بألمانيا بعز البرد،
ودائما خايف من انه يكون عم يغضب الله ومش عم بيطبق كل الوصايا. اذا مطلوب انه هالقد يصلي كان يصلي مره ونص لعله اذا نسي. اذا يا ما في ناس تعبد الله بخوف. لكن اسمعوا لكم شغله ارجوكم تنتبهوا لي، يلي بيعمل كل هؤلاء يرضي الله من دون ما ينتبه عنده كبرياء، لما مفكر اني انا عم بستحق خلاصي، انا جدير بالخلاص. لكن يوم الايام كان هو عم بيعلم لاهوت بالحقيقه صف، عم بيحضر برسالة رومي وعم يبحث، وقعت عينيه على الآية: أما البار، قولوا معي شو؟ بالإيمان يحيا. اطلع اف البار مش بالعذاب وبالإيمان يحيا. فإذا الإيمان بيعطي حياة، بيعطي خلاص. فابتدأ يوعظ عن الخلاص بالإيمان والخلاص بالكلمة. هو الناحيتين اللي ركز عليهم. نحن منعرف المسيح من خلال الكلمة ومنخلص بالإيمان، والرب عطاه سلام في حياته. أحبائي، الفقير بالروح والمش شايف حاله بإيمانه ولا بمعرفته الكتابية ولا بقديش ببشر ولا بقديش بيعطي بالكنيسة ولا قديش بيعرف أكثر من غيره، ولكن هو اللي حاطط كل ثقته بالكامل وبالتمام على نعمة الله، على نعمة المسيح. هيدا هو الفقير بالروح. مثل ما قال بولس، قال انا ما بشعر اني انا عرفت او اني انا ادركت، ولا بفتخر بحالي، انا كانه للسقط اخر الكل، انا اصغر جميع الرسل، ظهر لي انا وما بعرف ليش ظهر، مش قادر افهم ليه بدي اتعامل مع واحد تعيس مثلي. مش ليكو انا بولس وانا شوفه شو مهم وانا عملت وانا حققت وانا وانا. وهيدا مش محاوله التواضع. يمكن واحد منا بيقول كل هيدا الكلام وما بيعنيه، ايه انا يا خي مش نافع، انا ما بسوى شيء، انا بس من جوا بيبقى شايف حاله واسترجئ فيه، استرجئ له شي كلمه بنتفك. لا، هيدا اللي بيقوله بيعنيه وشاعر انه هو انسان بدون المسيح جهنم قليل عليه. هيدا الفقير بالروح شو بصير فيه؟ مش حزين، نياله طوبى لإله الفقير بالروح. ليه يا رب؟ لان لهم ملكوت السماوات. لمين الرب يعطي ملكوت السماوات؟ مش للي شايف حاله ببره، ولكن يلي شايف حاله ببر المسيح. ليه أنت مخلص؟ أنا دائما بقول هالشي وبدي أرجع أكرره يا أحبة، أرجو تفكروا فيه. وقت ناس بيقولوا، قال المؤمن اللي بيقول أنا مخلص وإلي حياة أبدية، هيدا متكبر ومغرور وشايف حاله. ممكن إيه ممكن لا. إذا حدا، أي حدا بيقول أنا طالع للسماء لأني أفضل من غيري، اشتغلت أكثر من غيري، خدمت أكثر من غيري، أتقى من غيري، أكيد مغرور وشايف حاله. لكن إذا حدا بيقول أنا فقير ومفلس روحيا، انا على الصفر وتحت الصفر، لكن في اله حبني وشفق علي ورحمني ومات عني وانا قبلت وعطاني حياه ابديه، عم شوف حالي؟ يمكن عم شوف حالي فيه مش بحالي. امين. هذا مش تكبر ولا غرور. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السموات. هي طريق اولى للسعاده. ويا احبة، هودي النقاط التسعة، وحدة بتولد التاني، وحدة متعلقة بالتاني. هو مش انك بتنقي هي. طيب تسعة أسيس بلك معنون سبعة الأكترية، لا، وحدة بتولد التاني. هاي الإنسان اللي بينزل على كعب السلم لتحت بقول أنا ولا شيء يا رب، أنا ولا شيء. اثنين، أربعة، نيالن الحزانة، نيالن الحزانة، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. لو الإنسان يدرك فقره الروحي وتفليسه الروحية بيحزن على خطاياه، بيحزن على حالته، بيحزن على العالم من حوله. ليكو بالنهار اللي دخل فيه المسيح، هيدا عيد الشعنينة، عيد الشعنينة ذكرى دخول المسيح كملك إلى أورشليم. لما المسيح داخل إلى أورشليم، نحن بنعرف في ناس كانت معايدة ومشعنة عم تهتف، والولاد والكبار حاملين أغصان الزيتون وصعف النخل وصنف الأعلى، الناس معايدة. ويسوع شو كان عم يعمل؟ قولوا معي، عم يبكي، بكى على أورشليم. ليه؟ إنه المؤمن لازم يضل يبكي يعني؟ لا، مش هيك، مش إنه بكي يعني متعذب حالك، لا، لأن طلع أورشليم، ولأنه هو الإله المتجسد اللي بيعرف مستقبل كما الحاضر كما الماضي، عارف إنه أورشليم بدها تخرب
وما رح يبقى فيها خاصة في الهيكل حجر على حجر، وسينفك كل شعبه. وقف يبكي عليها، قال يا أورشليم يا أورشليم لو علمت اليوم ما هو لخيرك. بيطلع الرب، ما رح يكون قاعد يبكي بالسماء. ولاحظوا أحبائي أرجوكم في بعض الأمور بتمنى نلفت نظركم لألو and it makes sense، تعطي معنى لألكم. كل ما بيرسموا في صورة أو رسمة أو بيتبادلوا العالم صورة للقديسة مريم أو للرب يسوع المسيح، يما هو على الصليب عم يبكي يما هي عم تبكي، مين بده يلحق إليه بضل يبكي؟ مين بحب يقام بشخص يضل يبكي؟ أحبائي يسوع بكي على الصليب وبكي على أورشليم وبكي، لكن يسوع اليوم جالس عن يمين الآب يشفع فينا، وبيوم الأيام سيجلس على العرش. علق على الصليب 6 ساعات، لكن من الأزل إلى الأبد هو الإله الغالب الذي على العرش. وبالسماء ما في بكي ونوح، تعرف شو فيه؟ يوميا في أعراس. قال السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، أكثر من 99 بار لا يحتاجوا لتوبة. اليوم أنت إذا بتقيم بالمسيح الملائكة بتفرح، يسوع بيضحك له كل المجد. أكل شيء عملكم إياه، وكأنه الواحد بده ما ينتبه. وأنا ما عم بنتقد هذه الرسمة أو تلك، لكن عم أقوله إنه أوقات الشيطان بده يصور لنا يخيل لنا إنه إذا أنت بتلحق الله بدك تضل تعيس، تضل تبكي، تضل مغلوب، تضل مهزوم. هالشيء مش صحيح، مش صحيح أبدا. طوبى الحزانة، grieve, mourn, lament، يعني الناس كأنه حدا ميت له حدا. lament معناه أنت الرثاء اللي عم يندب على شو؟ على حاله، عم يندب على حالته الروحية، مش رضيان على وضعه، مش راضي على حالته الروحية، بحب يكون أفضل. بيطلعك بيقول له يا رب عشو حبيتني، يا رب يا ريتني فيي طيعك أكتر، يا ريت فيي مجدك أكتر، يا رب أنا مش راضي على الحال اللي أنا فيه، بحب تستخدمني أكتر. هيدا اللي عنده هالأشواق هيدي، قال هود الحزانة لأنهم يتعزون. هناك تعزي أحبائي، مش بس تحزن على حالتك، تحزن على حالة العالم من حولك. أحبائي يمكن آخر شهرين ثلاثة، يمكن أنا فكرت كتير الموضوع، قريت عنه، تسمعوا الأخبار مثلكم. مش عم بحكي عن أخبار الحرب بلبنان بسوريا، مع أنه هي أمور بتحزننا كتير. هناك حرب أشرس من الحرب اللي في سوريا، والله يحمي لبنان والأردن والعراق وكل بلداننا. ما بعرف إذا أنتم توافقوني، إذا أنا مزبوط، حتى أنا مش متأكد إذا تصويري حقيقي، لكن أنا بظن الحرب اللي دايرة بكندا وبأمريكا أشرس بكتير، والقتلة. لما الصبي بطل يعرف حاله إذا صبي، والبنت بطل تعرف حالها إذا بنت، وعم بيعلموا أولادنا ويعلمونا أنه حتى الرجال ما فيك تقله سير، والمرأة ما فيك تقله ميسز، لأنه يمكن هو رجال بمرأة ومرأة برجال، وضاع الحابل بالنابل. شو متوقعين يا أحب هيدا المجتمع؟ هيدي حرب على عيالنا، حرب على أولادنا، حرب على أفكارنا، حرب على قيمنا، حرب على مسيحيتنا، حرب على كنيستنا، حرب على الأمة، حرب على المجتمع، حرب على المستقبل، حرب على أولادك. بكرة يمكن ابنك يجي من المدرسة اقتنع أنه صار بنت، اقتنعت هي صارت صبي. فيك تقيم بالبدك إلا الكتاب المقدس إلا المسيح. نحن عايشين بحرب فظيعة أبشع، لأن حرب على الروح، حرب. قال ما تخافوا من اللي بيقتل الجسد من بعد ما بيقدر يعمل شيء بالروح، خافوا من اللي بيقدر يبعت الروح والجسد كليهما إلى جهنم. ضياع، فلتان، فساد. بسيطة، يقول لك لا مش بسيطة. هني شو هني؟ يقول لك ابنك عم بيروح عندهم هني، ولا عم ما بقول نحن يعني عرب، وعم بحكي عن المسيح والقيم المسيحية والقيم الغير مسيحية. ما عم ميز البشر، كلنا خطاط، لكن بتطلع بقول يا رب معقول المجتمع هيك يصير؟ يا رب معقول؟ مش بس خايف على عائلتي، مش بس خايف على أولادي وعلى أولادك وعلى أولادنا نحن اللي هون، حتى الكيبيكوال اللي بآخر ما بعرف وين بنزعج لأجله، الهندي بنزعج لأجله. هو الناس خلقوا على صورة الله. يا رب معقول نوصل لهون؟ بخبركم عن شيء شخصي بيزعلني، معقول هون طوب الحزن. بخبركم عن شغله بتحزنني.
كل ما بشوف مجموعة ناس بالمئات والألاف وراء أي دين فاسد باطل بالألاف راح تعبد، بالألاف راح تبعد تعبد وتصلي وتضحي وتدفع مصاري ويعمروا هياك الحق بالملايين، وبتطلع بلاقي كنائس المسيح وقت فيها 10-20% بحزن بحزن. لوين الناس يا رب؟ يا ريت الناس تقدر تعرفك تعرف خلاصك، يا ريت في أوصل لناس أكثر يا رب. خبرنا خيي شو بحزنك، شو بفرحك، بفرجيك مين أنت وبخبرك مين أنت وشو أولوياتك بالحياة. لكن بدي أقولكم الحزانة يتعزون، الرب رح يعزينا بيوم القيامة له كل المجد. ثلاثة، بول طوبى للودعاء. فهذا الإنسان اللي حاس بإفلاس روحي مش بس عنده، حتى بيعرف إنه نحن our humanity بشريتنا ضايعة، وبيحس إنه نحن وضعنا بحزن، هيدا لازم يخلق فينا. الثالثة هي طوبى للودعاء، طوبى للودعاء، mild gentle meek humble، هاي الترجمات للكلمة اليونانية. سير عليك مش شايف حاله، مش الدنيا اشتد وما حدا قدي، بيقصف وبيرعد وخانق وبيتغاب، مين أنا؟ بصير الألطف، بصير يشفق على الناس أكتر. تعرف مين أكتر شخص بيشعر مع الناس اللي معه كانسر؟ هو الشخص اللي بيقول إيام عينة منه. تعرف مين أكتر شخص بيقدر يعزي حدا ميت له حدا؟ هو اللي مات له حدا. تعرف مين أكتر شخص بيقدر يفهم على شخص قاعد واقع بالخطية ومغلوب؟ هو الشخص اللي واقع بخطية وتاب عنه والرب رحمه، بطل يشوف حاله على الخطاط، بصير يساعد ويحب ويشفع على الخطاط. أمين؟ رب يخلق فينا هالأشخاص الودعاء. يسوع المسيح ربنا كان وديع. كلمة وديع أو لدعاء، اسمعوني يا أحبة، بيقول المفسر للغة اليونانية، بيقول للأسف ما في ولا كلمة باللغة الإنجليزية وبالعربي بالتالي برايس، ما في ولا كلمة اللي بتفسر هاي الكلمة أو بالترجمة. بيقول this difficult to translate root pra means more than weak. هالكلمة اللي بالأساس برا صعب إنه تتفسر، تعني أكثر من مجرد وديع. Biblical meekness is not weakness. الوداعة الكتابية ليست ضعف، مش قال إنه ضعيف مش طالع أمره شيء متواضع. It's not weakness, but rather refers to exercising God's strength under His control. الوديع هو الإنسان القوي اللي عنده كل مصادر القوة، ولكن يمارس هذه القوة تحت سيطرة الله وتحت سقف الكلمة. إذا بدكم مثل بوليس بيمارس السلطة تبعه بس تحت سقف القانون، مش لأن أنا بوليس بقوي مين ما بدي وبخبط مين ما بدي وباخذ على السجن مين ما بدي. إذا جاز تعبير هذه الصورة. فنحن ودعاء مش لأنه مش طالع من أمرنا شيء، لازم تكون وديع كمؤمن متواضع وطيب وعفوي، مش لأنه مش طالع من أمرك شيء ومش قادر على شيء. لا، لك لأنه ربما أنت قادر، لك تختار أنك ما تمارس القوة حتى الرب يتمجد فيك. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طب ليه الناس ما بيكونوا ودعاء؟ ليه الناس ما بيكونوا لطفة مع بعضهم؟ ليش الناس بيستعملوا القوة والبطش مع بعضهم؟ كلها مخاربة ومخانقة، مخاربة ومخانقة على هيدي الأرض، ما هيك؟ بدي أكتر، هي لإلي، هي لإلي، هي دي أخذ مني، ما أخذ مني. العالم عم تتنافس على الأرض، ملاحظين إنه كل اللي امتلكوا هالأرض فلوا منها وانعطتنا غيرهم. أجيال وراء أجيال وراء أجيال تتعاقب، أمم وراء أمم وراء أمم، ملوك ورؤساء وراء بعضهم بيجوا، كل واحد منهم طلع له متر بمتر بمترين، بعدين اندثر ضعبان. قال الودعاء يرثون، هني بتحاربوا ونحن بنورث الأرض. أول شيء يرث الأرض بمعنى الرب هو اللي بيباركك، هو اللي بيعطيك، ما تخاف حقك ما رح يضيع عند الرب، هيدا وقتيا. ولما بده يجي المسيح يملك على الأرض، قال رح يجوا الودعاء يملكوا معه على الأرض، قال وسنملك أيضا معه. تركوا يتخانقوا، تركوا يتحاربوا، بالآخر تركوا شغلي، سمعوا مزبوط، فتحوا عينيكم جنايكم، كله لقلنا، سمعيني؟ كله لقلنا.
الأشياء الحاضرة، الأشياء المستقبلة كلها لألنا. تركوا يتحيروا، تركوا يتخانقوا، عيش حياتك عمول فيك تعمله ضمن القانون، ضمن المعقول، اجتهد ارضابي البورشن بالجزء تبع الله عطاك إياه لألك، ما تقارن اللي عطاه أكتر ما عطاني بالآخر. قال كل الأشياء هي لكم، لأنه إذا كل الأشياء للرب الأرض وملأها ونحن وارثين لله في المسيح، اترك الرب يعطيك حقك. قولوا أمين. أربعة نيالون، فإذن أول ثلاثة بيحكوا عن الحالة الداخلية، تاني ثلاثة بيحكوا عن التعبير، لأنه الوعاء ينضح بشو؟ قولوا معي فيه. إذا بداخلك فيه مسكنة حزن على العالم وداعة، مش لازم اللي يطلع منك شراسة وفظاعة. رابعاً بقول طوبى للجياع والعطاشي، لشو؟ إلى البر. وممكن يكون، ممكن تكون اللغة اليونانية خاصة القديمة تاع الكتاب المقدس هي أغنى لغة بشرية ابتكرها البشر. يوسف أحب مريم، يوسف أحب مريم، هالثلاث كلمات ممكن تتعبر بأربع وخمسين طريقة وتعني نفس الشيء باليوناني. شوفوا غنى اللغة. فالكاتب بيقدر يستعمل نتف التغيير بالكلمات أو جمع الكلمات مع بعضهم لا يعني بالضبط شو في براسه. هون بيقول مش طوبى للجياع اللي جاع يعني أو جيعان أو عطش مرة. Blessed are those who are hungrying and thirsting بشكل مستمر، يعني هول اللي جوعهم مستمر، عطشهم مستمر لشو؟ للبر، للبر. الرغبة بجدية، desire earnestly. الجياع تعني أكثر من هيك جيعان، تعرف صار لي ساعتين ما أكلت. هول الناس اللي مخورين عندهم فامن، عندهم بتعرف شو فامن؟ مجاعة يعني. طوبى للي عنده مجاعة لشو؟ للبر، مش للأكل والشرب، مع أنه كلنا لازم نأكل ونشرب واللبس هذه كلها تطلبها الأمم. هاي الإنسان اللي قلبه جعان، قلبه جعان للبر. شو البر؟ شو يعني البر؟ يعني حياة النقاء، إن كان لبري شخصي بدي الرب يبررني، بحب إني أعيش حياة أفضل، بحب أعيش حياة أنقى. للبر بالعالم بتعرفوا يا أحبة، أنا واحد من الناس يمكن أنتم مثلي، إذا بعرف واحد مجاهل أفريقي عم بيطلق مرته بحزن كتير عليه، بقول يا ريت فيي أحكي معه ورجع عن مرته وغيره من الأشياء. بس ليه عم بيحكي عن واحد عم يترك مرته ويطلق مرته؟ لأنه ليكو خربوا الزواج، خربوا كل شيء معه، كل شيء كل شيء بيخرب معه. خلي المرأة ما تعرف دورها والرجال ما يعرف دوره حسب الكتاب. بس بدي لكم الزواج والزوجة الناجحة بحسب الكتاب مختلف كتير عن مقياس البشر. خلينا نفكر ندرس كلمة الله، مش وقت أحكي عن الزواج. بس خربهم بيخرب كل شيء معه. هذا اللي بيطلع بقول يا ريت العيال عم بتمجد الله، يا ريت بيعرفوا الله، يا ريت فينا نوصل لهم كلمة الرب، يا ريت بيتوبوا كي الرب يصلح حياتهم، يصلح أولادهم، يصلح زواجهم. أمين؟ تعرف مين واحد فكرت هيك؟ هاي بالعهد القديم، واحدة صغيرة مسبية، بنت صغيرة عرفت انه معلمها نعمان السرياني قائد جيش سرياني أبرص، والبرص وقتها مرض لا علاج له، مرض مميت. قالت لسيدتها يا ليت سيدي امام أليشع كان بيشفيه. مش خرجوا، الله ضربه بالسرطان. كيف؟ شو يعني جارية؟ بنت مسبية من إسرائيل سبيوها وعملوها جارية. خرجوا، الله ضربه، إن شاء الله البرص ينتفو، إن شاء الله ما حدا يقول له عن أليشع، بلكي برجع عند ماما وبابا. لا لا، قالت لها معلمتها يا ريت سيدي بروح قدام أليشع كان بيشفيه.
هذا الشخص اللي بتوق بقلبه عنده رغبة إنه يشوف أولاد رب يحبوا الرب، يشوف الشبيبة مكرسين، يشوف المؤمنين بيحبوا الله، يشوف الكنيسة عم تنمى، يشوف الناس عم تخلص، يشوف القوانين للأفضل، يشوف الزعماء الله عم يهديهم، عنده توق للبر ولتمجيد الله. فإنهم يشبعون، فإنهم يشبعون. خمسة، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للرحماء، شين الرحماء؟ يعني الناس اللي بيرحموا غيرهم. حتى واحد يرحم التاني معناته التاني محتاج لرحمة، معناته عنده مشكلة، عنده صعوبة، عنده خطية، عنده وقع، عنده سقطة. أنا ما في يقول هلأ مثلا أنا برحم خيي إلي، عشو بدي أرحمه؟ أوضاعه كتير منيحة ورب مبارك ونشكر الرب. بس لما بياكلك كف مثلا من حدا ساعتها من حده، معقول إنه لا لا سمح الله، بس إنه الله يا حرام أكلك كف، بحس معه، بحس معه. طول الرحماء بيشفق على غيري، بوقف مع غيري لأنهم يرحمون. قال بالكيل الذي به تاكلون، قولوا معي شو؟ يكل لكم. طوبى لراحم المسكين في يوم الشرير، شو بيعمل؟ بينجيه الرب. كلنا بيوم الايام بدنا نحتاج لرحمه، كلنا بيوم الايام، اذا مش اليوم بكره بدنا نوقع، بدنا نغلط، بدنا نضعف، بدنا نهاجم، بدنا نقاوم، بدنا يساء فهمنا، بدنا نظلم. وعادتنا نحن البشر نشمت باللي بيوقع، عادتنا نحن البشر ندين وندل بالإصبع على اللي بيوقع. لكن رب علمنا نكون رحماء، ارحام اللي يمكن الحق عليه، يمكن الحق معه، مش مهم، مش شغلتي اقول الحق عليه والحق معه. ارحام، تلاطف، اشفق على الناس. شوف حدا مارق بظرف صعب، ما تحكم، ما تستعجل للحكم، لا تحكم في شيء قبل الوقت. يا اخوتي حكيت من شوي عن خلافات الزواج الجزئي، لكن ما حدا بيعرف البيت شو فيه. انا ما بقول كل واحد طلع عم شيء غلط، في ناس حتى الرب قال انه في الزنا وغيره، في ما تستعجل، ما تستعجل تحكم. ارحام. تصور انك انت بتروح عند حكيم، كل ما عندك مشكلة صحية بتروح عنده يقول لك ليه أنت وقعت بهاي المشكلة الصحية، من دون ما يقدم لك علاج. ما بتعود تروح لعنده، مش غلط يقول لك عن مشكلتك، لكن بتبطل تروح لعنده لأنهم يرحمون. ستة، طوبى للأنقياء القلب لأنهم، قولوا معي شو؟ يعاينون الله. بقول أما أنا، بمزمور 17:15، أما أنا فبالبر أنظر وجهك، مش بالشر. أما أنا فبالبر أنظر وجهك. أشبع إذا استيقظت بشبهك، بشبع إذا وعيت وبشوف شبهك. هناك تفسير كثيرة للآية، ولكن المقصود أنا لما بشوفك بشبع يا رب، أنا لما بشوفك بشبع. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. أنقياء بتعني حرفياً أمر صافي غير مخلوط، أمر صافي غير مخلوط، without admixture. What is separated, purged، تنظف، انفصل، hence clean, pure. كأنه شيء كان مخلوط بشيء وانت عزلته وفصلته ونظفته وغسلته فصار نظيف. هذا معنيه انقياء. النقي هو اللي مش مزغول، هو اللي مش مخلوط. ليه ما عنده ليه المؤمن اوقات بيفقد فرحه؟ اسمعوني يا احبه، ليه المؤمن احيانا بيسمع بيفقد فرحه؟ لانه بيخلط بقلبه بين البر وبين الشر. يوم بحب الرب، يوم بحب العالم. تصور واحد بحب مرته بحب وحده تانية او لا، ما بتزبط. عشان هيك الرب قال ما بتقدروا تخدموا سيدين. اما انتوا حبوا الواحد والتاني، بتعرفوا بتذكروا الكلمه، تحتقروا الاخر. يلي بتحبوا اكثر بتكون عم تحتقر الحبيب التاني. طوبى لانقياء القلب without undesirable elements،
ما في عناصر غير مرغوب فيها. Spiritually clean because purged. روحيا نظيف لأنه تطهر. شو اللي بيطهرنا؟ دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. لنقي القلب. شو اللي بدي نقي لقلبي؟ شو اللي بدي نقي لك قلبك؟ أنا بعترف قدامكم، ما بعرف عنكم، بعترف قدامكم عندي صراعات أحياناً بحياتي، هي ولا هي. حتى بولس الرسول برومية 7 بيقول أنا بذهني بريد أخدم الله، بالحياة التطبيقية بلاقي حالي بعمل أمور ما بريد أعملها، كيف بدي أخلص من هالشغلة؟ برومية 8 بيقول إنه الروح القدس هو اللي بيغيرنا، لأنهم يعينون الله. ليه قلبه نقي؟ لأنه الرب نقاه، ولأنه بحب يشوف الله. بيوم الأيام رح منشوفه، رح نشوفه كما هو. 7، عم جرب اختصر لأجل الوقت. طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. Peacemakers. Pacificatory كلمة معناتها المصلح. هلا إنسان بقلبه تصلح مع الرب، لو إنسان بقلبه عطشان للبر، صار وديع، صار متواضع، ساعد بحب يقدر إنه يعمل سلام مع الناس. وقت طلب شخص بلاقي ما عنده أصدقاء، وقت ما عندنا أصدقاء للناس ما بيحبوا إيماننا، هذا شيء تاني. لقى وقت في إنسان ما عنده أصدقاء لأنه على طول بدين الآخرين، على طول بيتهم الآخرين، من الحب بيعمل إبه، وما في علاقة بتنبنى إلا بكبر عقل. وصنع السلام، نحن نعرف أن السلام يفقد ويكسر مع وجود الغلط والخطية. لما الإنسان أخطأ إلى الله بطل فيه سلام مع الله، لما الإنسان يخطئ تجاه الآخر بطل فيه سلام، حتى مع نفوسنا ما في سلام. لكن إذ قد تبررنا بالإيمان، قولوا شو؟ لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. بيرجع السلام لما بتتبرر بالإيمان. هذا الإنسان يلي قادر يتخطى المشكلة، قادر يتخطى الصعوبة، قادر يتخطى الإيل والآل، قادر يتخطى زغر العال، بدك كبر عال. قديش بنسمع الكلام وقت كنا نستخف الكبار بس يحكوا كبر عقلك يا ابني، بدك كبر عال، بدك قلب كبير. في أمثلة، يمكن أكيد في الكتاب هو حق كلمة الله، لكن في أمثلة اجت من خبرة الإنسان وفيها حكمة معينة. بقول سليمان بالجامعة، قال لما بتمشي بالطريق لا تعطي إذنك لكل ما يقال. واحد ماشي عم يتسمع، ليه؟ لألا تسمع عدوك يسبك. واذكر يا ابني أنك مرات كثيرة سببت كثيرين. مش ضل تتسمع ليك شو قال، ليك شو قال عني، اللي شو قال لي، خي ما بدي أعرف، أعمل معروف. إذا شيء بيبني خبرني إياه، شيء ما بيبني ما قالي عليه خليه. ليه؟ مين منا بيقدر يرفع إيده اليوم ويقول أنا بعمري ما حكيت ولا على حدا ولا كلمة؟ حدا يرفع إيده؟ قال تذكر أنت بتعملها، وعملتها مرات كتيرة، مرات كتيرة سبيت كتار. هاي مش معناتها طب خليه يسبني وأنا بسبه، لا. مش معناتها ناخد راحتنا فاز الكل بيسبوا ببعضهم يلا ماشي، لا لا. بس معناتها ما تحاسب الناس كتير، لأن لما بتحاسبهم الرب بده يحاسبك، لما بتطالبهم الرب بده يطالبك، لما تقول اللي بيحكي علي كلمة لازم أنا واجهه ولازم يدفع ثمنها، بقول لك الرب أوكي تعال طبق المبدأ تبعك عليك. مثل ما قلنا من شوية بالدينونة التي بها تدينون تدانون. ليه؟ قال لأنه اللي بيصنع السلام أبناء الله يدعون. لأن نكون عم نتشبه ببينا، عم نتشبه بإلينا، لأنه هو إجى على الأرض ليعمل سلام، سلام مع الإنسان، مد إيده، الإنسان أعلن عدائه لله، الله مد إيده للإنسان بيسوع المسيح، عم بقول تصالحوا مع الله، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. لا لا بس أنت أوعى تيجي لما بيوم حكيت علي، وأنت تعيدتي 10 مرات، خلص توليت، ما بيعمل هيك. إيه أنا كنت مسامحة أسيب بس صار عملها 3 مرات معي، مثلا 5 مرات. 7 مرات، 70 مرة، 7 مرات. قال له بطرس للرب، اسمع السؤال، قديش في كبرياء وقديش في ادعى وتبجح. مش يا رب كم مرة يخطئ الإنسان إلى الإنسان،
أو كم مرة أخطئ إلى أخي وعليه أن يسامحني؟ كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أسامحه؟ هل إلى 7 مرات؟ نعم. يفترض بطرس أنه أحسن من كلهم للأخوة اللي من حوله، كلهم عم يغلط تجاهه، هو قاعد يسامح فيهم. بينتنا أنا بظن بطرس أخطأ تجاههم أكثر من أي واحد أخطأ تجاهه، لأنه كان لسانه طويل وسريع الغضب والعطب وجوابه تحت باطه. بالآخر الرب غيره، ما بيحكي عليه بطرس الرسول، نحن تلميذ عند أقدامه. لكن نعرف طبعه، كان انفعالي ناري حمراوي، كان ويمد السيف يقطش له دينته لهيدا، مين بدي يقعد على اليمين، بدي يقعد على الشمال. حتى من بعد ما نكر المسيح وظهر له المسيح وعم بيتوبوا المسيح وعم يسترجعوا، أم ماشيين أم لحقوا يوحنا. ليك أنا بلحقنا إنه يعني شو جابوا يوحنا؟ لا بمشي أنا وياك، شو جابوا لقلنا؟ بقول لك استحى حالك، بعدك امبارح نكرني وهو لحقني على الصليب، أنت نكرتني وبعدني هلا عم توبك وعم جيبك، ولا تتفلسف عليه؟ ماذا لك؟ اتبعني أنت. ياي بتعرفوا هيدي بالعلاقات البشرية عن جد، احفروها بقلبكم، ضمائركم، بحياتكم. بتعرفوا إذا منطبق بس هاي العبارة، ماذا لك؟ اتبعني أنت. وقف الحشرية، وقف المقارنة، وقف تتطلع فيه والدين والدينة وتحاس وتحسبها، لأنه إذا بدي حاسبك بمقاييسك بيقول الرب يا ويلك بفضحك، ولك أنا سترت عليك. استحي واستحي وفتصور على خيك. قال له بطرس مش 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. إذا أخطأ إليك خيك وأتى إليك قائلا، مش أتى إليك تائبا، اسمعوا، أتى إليك قائلا بأنه تائب. تعرف ليه؟ لأنه أكيد مش تائب، لأنه بيغلط تجاهك 70 مرة 7 مرات بالنهار، أكيد 400 وقديه 70 40 بيطلعوا 90 مرة، أكيد مش تائب. وأكيد بكرة بدي عيد، أكيد بكرة بدي عيدها، بس أنت سامحه، اعمل اللي عليك وترك البيع على الرب، لأنه أبناء الله يدعون. لأن بتكون عم تتشبه ببيك. أخيراً آخر 2 أحبائي، البعض بيعتبروا 8 و9 هني تطويبة واحدة، لما بيحكوا تقريباً نفس الموضوع، البعض بيعتبرون تطويبتين، أنا بظنهم تطويبتين. الآية 10 بيقول طوبى للمطرودين من أجل البر، وآية 9 بتقول طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم، مطرودين طردوكم. 8 طوبى للمطرودين من أجل البر. وهون عم بيقول الرب، عم يفترض الرب، بتمنى تركزوا علي شوية أحبة، لأنه وصلت للآخر، بس صار ناحيتين كتير مهمين، ولازم تعمل حساب النفقة، لازم تعمل حساباتك مزبوط. يلي بيطبق أول 7 بده يعلق بآخر 2، هول بيجوا مع بعضهم. يما تكون مسكين بالروح بتكون حزين، تكون وديع، تكون جيعان وعطشان للبر، تكون رحيم، نقي القلب، صانع السلام. العالم بدها تطردك، لا يمكن. اسمعوا، بتكون كتير نايف، يعني بسيط، مغفل، غير واقعي. إذا بتفترض أنك أنت بس تعيش الإيمان، العالم رح تنبسط فيك، في بعض الناس رح ينبسطوا فيك، في مؤمن رح ينبسطوا فيك، الرب رح ينبسط فيك، بس معظم الناس رح ينزعجوا منك، رح ينزعجوا منك. طوبى للمطرودين، الكلمة حرفيا تعني persecute، اضطهاد، أو pursue، يلاحق، هاي الحرفيا بلحقوك. فيش مرة حسيت إنه في حدا لاحقك وحاطط، بيقول باللبناني، أقول باللبناني، ما بعرف الحقيقة إذا نفس expressions تستعمل بمصر، بسوريا، بالأردن، بغيرها، حاطط احطاطه. فيش مرة حسيت حدا حاطط احطاطك؟ وين ما رحت ما بدك تخلص منه. pursue، حاطط احطاطك، عم بيلاحقك. نحن نفترض إن إنسان عاش آدمي كويس ولطيف ومحب وطيب وعم يصنع سلام، العالم لازم تقدر. تعرف ليش؟ واحد من الأسباب ليش العالم ما بتقدر، لأنه وجودك تبكيت لضمائرهم، وجودك بيفضحهم. أحد الأخوة الأحبة يلي ببلد تاني، هلأ كان بكندا وصار بلد تاني، كان أول ما تخرج من الجامعة راح توظف في شركة منيحة، شركة مهمة، وصار يكتشف أنه كل أصحابه بالشغل
بيشتغل نفس الشغل، كانت وظيفته جيدة وشركة مهمة، والمسؤولين كله بزعبر وبيختلس وبيغيب وبيصرف مصاري الشركة وبيحطه بجيبته كله 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 كله. فجرب يقول، يلفت النظر لرفقاته ما كان حد يرد عليه، جربوا يضغطوا عليه لحتى يعني مثلهم، فهو ما قبل. لفت نظر للمدير بطريقة مهذبة انه في ناس عم يعمل هيك، اكتشف ان المدير ماشي بالشغلة والكل كله ماشي. فصار يحس انه بس يروح على الشغل راح على جبهة حرب. وين ما راح، كل ما راح، شو ما عم يعمل، في جبهة حرب، في مقاومة، في ضغط. فقام قرر يحكي مع صاحب الشركة نفسه يلي عنده ملايين وعنده مئات الموظفين. راح قال له من دون ما يسمي أسماء، قال له عندي مشكلة بدي أخبرك إياها. قال له أنا في مشكلة بدي أحكيها معك. شو بك؟ قال له الحقيقة هي أنه أنا بشعر بضغط كبير لأنه أنا برفض زعبر اختلس، بينما في ناس. قال له كنت بدي أحكيك بنفس الموضوع، عم يجي كتير شكاوى عليك وأنا بعرف اللي عم بتقوله. شي حلو ما هيك لحد الله؟ الحل، قال له قدم استقالتك. قال له لأنه هؤلاء الناس ما بيقدر حسبهم وبسببهم الشغل ماشي، هن بيأكلوا وبطعموني، وجودك هون رح ينزع السيستم، قدم استقالتك، نحن ما بنستاهلك، فتش على مطرح يقدر يقبلوا صدقك. مش كل الناس بيقولوا الحقيقة مثل ما هيدا حكي، لكن وجود الإنسان الصادق ببشل يقلق الكذابين، وجود الإنسان الشريف يقلق الناس الحقيرين، وجود الإنسان المحب يزعج ويقلق الناس المبغضين، وجود الإنسان القديس يزعج الناس الخطأ وهل مجرا. المسيح صلبوه لأنه عاطل، المسيح صلبوه لأنه عمل شيء غلط، شفي أمراضهم، فتح عيونهم، قوم موتاهم، طعم جائعينهم. قال بيلاطس علم أنهم أسلموه، قلوا معي شو؟ حسدا. فيوم اللي أنت كمؤمن بتعيش حياة البر وبتفكر أن الناس مين ما كان الناس، حط خانة تحت الناس بدهم يزقفوا لك، أنت عم تاخذ الأمور، خلينا بس قول بسذاجة أو بساطة، حتى ما نقول ربما بعد أكثر من هيك، اعمل حساب النفقة. طوبى لكم، طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت. بدهم يلاحقوك من هون لهون لهون لهون، يلاحقوك يطردوك. ما تخاف، في مطرح أكيد وأمين لك، لك ملكوت السماوات. هيدا دفع الثمن أحبائي المادي، يطرد ناس بطلعون من بلدانهم، من ضياعهم، من كنيسهم، من بيوتهم. في رجال اوقات بيطلقوا نسوانهم لاجل ايمانهم فيه او العكس، بس هيدا الثمن المادي. لكن الثاني اقصى، الثاني اقصى هو الثمن المعنوي الشخصي. تاسعا واخيرا، طوبى لكم مش بس اذا طردوكم، اذا عيروكم وطردوكم. شيني عيروكم؟ insult you. If they insult you، بس طلعوك قال لك يا حبيبي باحترام قدم استقالتك لأنك أنت أشرف منا، بهتك وبهينك، بيعملك مغفل، بيعملك غبي، بيعملك ما بتفهم. في شخص قديس أنا ما بعرف شخصيا، بس كان بمأوى، وكان أخي يروح دايما يخدمه، يخدم له غراض وأكل إلى آخره. قال لي بس اسأل عنه، قال لي تعرف عشو، كيف يعرفوا عنه بهذا بهذاك المكان؟ الكبار بيضحكوا بيقول هيدا اللي بعمره ما شاف غير مرة واحدة، كان ملزم بزوجته. ببعض الأوقات كان الخطية عار الشعوب، هلأ صار الإيمان عار الشعوب. لكن إذا هيدا عار، طوبى لكم إذا عيروكم. نحمله بفخر، نحمله بجرأة، نحمل الصليب بشرف، ونشكره إذا أهنا. قال لما أكلوا قتلي وتهددوا
وتعيروا المؤمنين بعد موت المسيح وقيامته بأعمال الرسل، راحوا مش صلوا يا رب دخيلك ليك القتلة، قالوا له يا رب مين نحن حتى حسبتنا مستاهلين انه نضطهد لأجل اسمك. المؤمن مش لازم انه يساوم مع العالم بالأمور الغلط، نحب العالم، نحب أهلنا وقريبنا وأصحابنا، نحب كل الناس، بس لحدود الغلط نوقف. مش بس ما منساوم، مش بس نتحمل برأس مرفوع، ونتحمل بشرف، ونتحمل بفخر. قال إذا أنا رب البيت لقبوني بعلزبول، مش كتير إذا عليكم أنتوا كمان لقبوكم شياطين صغار عساس بعلزبول رئيس الشياطين. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم، مش بس هيك، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. كاذبين، كذابين. قلت له بس يا رب ليك شو عم بقولوا عني وهيدا كلام كذب؟ قال لك أنا بعرف كذابين، أنا بعرف الحقيقة. العالم بيقدروا يكذبوا على بعضهم. خليني لكم بعد تطبيق أخير عملي، أرجوكم وقفوا تتسمعوا على الأخبار، أو إذا كنت سمعوا أخبار تسمعوا شوي صغيرة من هاي وهاي 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 وما تصدق كل شيء عم ينحكى، لأنه إذا تسمع على كل الأخبار وخاصة من ميلة وحدة رح تصير عندك غيظ، رح يصير عندك غضب، رح يصير عندك انزعاج، رح يصير عندك مرارة من الآخر، ويمكن اللي أنت مقتنع معهم أبشع من الآخر. بتعرفوا أكبر كذابين بالكرة الأرضية مين هن؟ للأسف الأخبار والإعلاميين. حادثة واحدة بتصير، تسمع الأخبار هيدا وأخبار هيدا بتفكرها عم يصبوا حادثتين مختلفتين بكوكبين أرض مختلفين، مزبوط؟ واحد بيعملوا اللي مات ملك، واحد بيعملوا شيطان، كله عنده أجندة، كله عنده حسابات. واليوم المؤمن يتهم بكل الأمور الشريرة. المؤمنين مش محبين، الإنجيلية مش محبين. ليه؟ خير إن شاء الله. لأنه ما بحبوا الهوموساكشوالز. مين قال لك ما بنحبه؟ بنحب كل الناس نحن. نحن بنحب الهوموساكشوال مثل ما بنحب الزاني، مثل ما بنحب السراء، مثل ما بنحب الكذاب، وكلنا خطاط. بس نحن بنحبه كفاية لنقول له توب خيي وعيش صح، أمين؟ وتاب شأنه وما تاب كمان شأنه. وأنا ما بدي لكم ما بنكره حدا ولا تكرهوا حدا ولا تعملوا حدا بعدائية شأنه وخيارهم، بس إذا بقينا نحكي الحقيقة صرنا ما منحب. نحن بعدنا من آمن أنه لما خلقهما ذكرا وأنثى خلقهما، مش ذكرين وأنثى ولا أنثيتين وذكر، ولا خلقهم مشكلين مش معروف شكلون، لا لا، ولا بس تكبروا أنتوا بتقرروا. تصوروا الفضيحة لو حواء قررت أنه هي رجال ترانس جندر، لكننا جينا نحن. أو لو آدم قرر إنه هو الدومة مثلاً، هيك غير اسمه، ما بعرف شو عمل، الله يخلق لك غيري، أنا مش طالع بالي كون رجال. نحن عايشين بفاجعة، نحن عايشين بجهنم على الأرض. منوقف للمسيح بكل محبة وبكل لطف وبكل تواضع، وليش حاسين حال نحن أحسن لا من الزاني ولا نحن خطاط. أشفق علينا الرب كما أشفق علينا، منحب نمرقه لكل الناس ونقول لكل الناس حبوا يسوع ورجعوا له. آخر شيء بدي لكم، يلي يضطهد ويهان ويحكى عليه، وأوقات البعض منا بيتركوا شغلهم، البعض منا بتركون شغلهم، البعض منا هني بيختاروا يتركوا شغلهم. أسيس أنا كانوا شغلوني دائما ويك أند ويك أند ويك أند، أنا تركت شغلي رزقتي من الرب، أنا بدي أجي على الكنيسة. معقول الكل لازم يعملوا هيك؟ بس في ناس بيعملوا هيك. رجل ابتدى يجي على الكنيسة بلبنان، كبير بالعمر، كان بمركز عالي بالدولة، ورحت عم زوره وعم بحكي مع ابنه هيك كان بالأربعينات. قال لي ليك أنا كنت كتير متعصب وما بحبكن أبداً 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 أبداً. قال لي بس في بنت اشتغلت عندي وغيرت لي نظرتي،
قال لي جبت سكرتيرة وظفتها شاطرة منيحة مبسوط فيها. رن التليفون، حدا طلبني، هو محامي كبير عنده مكتب كبير للمحاماه. قال له قولي له أنا مش هون. قلت له ما في. قولك قولي له أنا مش هون. قلت له تفضل خد تليفون أنت. قال له أنا مش هون. قال لي غضبت عليها. قال لي عم قل لك بتقولي له أنا مش هون، أنا رئيس شغل. قلت له أنت رئيس شغل مش رئيس ضميري، أنا ما بكذب. قال لي قررت بآخر الشهر اطردها. قال لي بس موقع اثنين ثلاثة مثل هيدا صاروا. قلت أنه لك شو بدي أحسن من هيك، لك العالم فتشوا بالفتيل والسراج على وحدة صادقة سلمها. قال لي عملتها مديرة مكتبة. وين الصدق؟ وين الصادقين؟ وين مستعدين يدفعوا ثمن إيمانهم؟ وين مستعد تقول أنا بنطر للرب يبعث لي عريس وما بزني هي أو هو؟ وين وين وين؟ رجعوا وقفوا يا أحبة، رجعوا انتفضوا على حالتكم الروحية، نرجع نتوب قدام الرب، نرجع نمتلي بمحبته، نرجع نقول له يا رب ملينا من جديد، يا رب استخدمنا من جديد، ارضى علينا من جديد. شاعرين بفقر، شاعرين بجوع، بعطش للبر، يا رب ملينا. قال لأنهم هكذا فعلوا بالأنبياء قبلكم. لما بتقبل تمشي بهالطريق اللي عكس السير، بتكون الرب رفعك وحطك على مصف الأنبياء. مش الأدنياء، كل أدنياء بيعملوها، لكن الأنبياء كانوا يعملوا هيك وهيك كانوا يتعاملوا، وانت بتكون من مصف الأنبياء. مستعد؟ مستعدي؟ دعونا نصلي. طريق غريبة، طريق البسط، البركة عند الناس هي طلوع، طلوع أكتر، أحلى، أجدد، أكبر، يكون مشهور، يكون عندك ثقة بنفسك، صدق حالك، trust yourself, you can achieve it, تقدر تحقق، أنت جدير. كله نفخ بالتراب، لما تنفخ البالون زيادة عن اللزوم بيفقع بالآخر. طريق البركة الحقيقية والسعادة الحقيقية عند الرب هي أنك تتواضع وتنزل، تدرك أنه لولا يسوع ومحبة الله لي ولك لشابهنا سدوم وعمورة. كلنا نستحق الديك، كلنا. خيي واحد فكر واقف على المنبر عم يقول لك أنا أحسن منك أو حدا منا أحسن منك، نو نحن مساكين وجعانين وعطشانين. قل له يا رب ملاني، يا رب بركني، يا رب ساعدني ادفع الثمن، ساعدني حبك من جديد. يلي بتحبه مستعد تضحي من شانه وتعيش من شانه. مشان هيك الرب يسوع لما اجى لعند بطرس بعد القيامة وبعد ما بطرس انكر الرب، شو سأله؟ ما قال له يا بطرس أنكرتني، قال له يا بطرس أتحبني؟ 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 قال له أنا بحبك يا رب، أنا بحب أنه أعيش لك بأمان يا رب بإخلاص، أنا جعان لملء روحك، أنا عطشان إليك يا رب، أنا حابب شوفك، أريد أن أعاين الله. أنقياء القلب يعينون الله. اللي بدي بقلبي يكون نقي بدون زغل. إذا في حدا بيناتنا اليوم خلال كلمة هيك شعر إنه فعلا هو عنده ضعف ما، خطية ما، اعترفي قدام الرب، قل له يا رب سامحني. إلهي أصلي أنك أنت تبارك كل اللي حضروا الاجتماع اليوم. تكلمنا عن ناس كثيرين وحالات كثيرة، ونعترف أمامك بأننا لسنا أفضل على الإطلاق، كلنا في الموازين إلى فوق، الجميع أخطأوا،
لكن نشكرك لأن نعمتك وجدتنا، نعمتك خلصتنا. علمنا نعيش معك ونعيش لك ونحب الناس، ما نتعامل بتعالي ولا بكبرياء ولا بشوفة حال أبدا يا رب، أبدا يا رب، لكن نحب الناس شو ما كان الثمن، ونكون ناطرين رجوعك بإيمان وبأمانة وإخلاص. سامحنا، توبنا، اغفر لنا يا رب، ارحمنا يا رب، ما تسمح حدا يترك هالمكان مع شيء من العناد في قلبه أو عدم إيمان. يا رب رجع نفوسنا إليك كما ترجع الخراف الضالة وراء رعيها. إلك الشكر حبيت ناس مثلنا، إلك الشكر خلصتنا. وفي الختام حلم الكنيسة عروسك هي أن تأتي أيها الرب يسوع المسيح. أنا أقول لك أمين، تعال أيها الرب يسوع، باسم المسيح أمين.